مقدمه الى دمشق هيكون مكون من الرئيس هو السفير سمير سيف اليزل، الامين العام مساعد للجامعه العربيه، ومع السفير وجيه حنفي رئيس مكتب الامين العام، وعدد من كبار موظفي الامانه العامه، اضافه الى شخص واحد هو امين عام المنظمه العربيه لحقوق الانسان، لان احنا القرار بيتحدث عن دول ومنظمات، فالمنظمه العربيه لحقوق الانسان. الوفد هيجري مباحثات مع كبار المسؤولين السوريين لترتيب جميع التفاصيل المتعلقه بمهمه بعثه مراقبي جامعه الدول العربيه، والتي سوف تضم مراقبين مدنيين وعسكريين رسميين وغير رسميين من كل الدول العربيه، هي فقط من الدول العربيه في المرحله دي، ما فيش اي حاجه ثانيه. مهمه البعثه هي وفقا للبروتوكول اللي وقع منذ بضعه ايام، هي يعني انا هقولها بهدوء كمان عشان التحقق من تنفيذ الحكومه السوريه لتعهداتها بموجب بنود خطه العمل العربيه لحل الازمه السوريه، وتوفير الحمايه للمدنيين السوريين العزل. توفير الحمايه للمدنيين السوريين العزل. لان انا يعني ضايقني ان رايت في وسائل الاعلام ان بعض السوريين وعن حق بيتكلموا طبعا في ضيق شديد مما يحدث، وبيتحدثوا عن ايه يعني توقيع البروتوكول، طب وعشان ايه البروتوكول، لكن هل هيتوقف ايوه بنود تقتضي، هقول لكم عليها واحده واحده، البنود بتاعة خطه العمل العربيه، وقف كافه اعمال العنف من اي مصدر كان، حمايه للمواطنين السوريين، الافراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنه، إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع مظاهر العسكرية،